يرحل نادي ريال مدريد لمواجهة فريق شاختار دونيتسك الأوكراني يوم الثلاثاء الموافق للأول من ديسمبر، وذلك ضمن الجولة الخامسة من دور المجموعات بدوري أبطال أوروبا. ويدخل النادي الملكي المباراة منتشيا بالانتصار الأخير في الجولة الرابعة خارج الميدان أمام إنتر ميلان. الفوز جعل ريال مدريد يجدد أماله في التأهل إلى الدور القادم، حيث أصبح النادي ثاني المجموعة برصيد 7 نقاط، وسيسعى لاعبو الفريق إلى الانتقام من مضيفهم ورد خسارة الذهاب التي كانت بالميدان. المضيف الأوكراني لا زال يمتلك حظوظ التأهل من المجموعة، حيث يحتل المركز الثالث برصيد 4 نقاط، ولكن الفريق ليس في أفضل أحواله حيث تلقى 10 أهداف في آخر جولتين بالمسابقة، كما أنه حقق نقطة واحدة من المباراتين اللتان لعبهما بالميدان. وستنقل المباراة على قناة بين سبور HD1. أما عن التوقيت فهو 6:55 بتوقيت المغرب الجزائر تونس، و7:55 بتوقيت مصر، و8:55 بتوقيت السعودية.